بدي اقول له للرئيس مئاتي خي شو بدك باوروبا تهددها؟ انت فيك تهدد اوروبا وثروتك هونيك، بعدين انه اوروبا هي البوابه اللي بدهم يعبروها السوريين الى بلادهم، او هيدي الحدود اللي انت بدك تنزل من قصرك الحكومي الى دمشق بدك ساعه ونص بتكون بالشام، اي طريق اسهل عليك؟ اي طريق؟ لطالما في عنا يجب ان يكون قناعه ان ملف عوده النازح السوري من لبنان الى بلاده لا يقل اهميه عن اي ملف اخر على مستوى الاولويات، ملف النازحين السوري اولويه في هذا البلد، نحن لا نستطيع ان نتحمل هذا العبء الكبير ولا ان طيب متهمين انه السوريين خربوا البنية التحتية وقعدوا بالمدارس وعم يندفع اوكي وعم يتهرب الخبز على سوريا. طب خي ببساطة انت ليش زعج حالك؟ تواصل مع دولتهم، واذا انت عندك اقتناع انه الدولة السورية ما بدها اياهم يرجعوا حرجها، حرجها واعمل خطوات جدية وايجابية وروح تواصل معها بالمباشرة وقبل ما حدا يعلق. ما نناطر الرئيس بشار الأسد ولا ناطر سوريا أنه يعني نحن نروح نحكي معها تفكروا أنه عنده هاجز وهم أنه نحن عم نستخدم هذا الملف لإجبار الدولة اللبنانية على التواصل مباشرة. مبارح كنتوا بسوريا بدكم غاز، ومبارح كنتوا بسوريا بدكم أكسجين، ومبارح كنتوا بسوريا بدكم ربط الكهرباء عبر الأردن، وعبكرة إذا تطورت العلاقة العربية السورية بتنزلوا زحف ومنبطحين على سوريا. انتوا اخر من يقرر مستقبل الدوله ومستقبل الرئيس الاسد في سوريا، اللي ما عملته امريكا ما بيعملوه صيصانها. وبالتالي من هون خيو بعدين طيب يعني هون الدعوه للدوله اللبنانيه للحكومه اللبنانيه للحكومه، لا انا رح كون اجرى لمين الدعوه للقوى السياسيه الحليفه لسوريا، حزب الله وحركه كل أمل. القوى السياسيه الحليفه لسوريا ممنوع الموافقه على بيان وزاري لا يتضمن عبارة التواصل الرسمي بين الحكومتين اللبنانية والسورية. ولكن هذا قد يثير امتعاض أفراد أخرى يعني أفرقاء آخرين بهذا. خير إن شاء الله يعني إذا سمير اسألوا لسمير جعجع مع عودة النازحين السوريين ولا مش مع عودتهم؟ اسألوهم للكتائب ولكل حدا، هل يجرؤ أحد منهم أن يقول أنه ضد عودة النازحين السوريين؟ طيب وبالمقابل هذا عملية التخويف، يسمون لنا حدا راحوا بيقولون خطفوهم واعتقلوهم. ولكن هناك بيانات وتقارير دولية تتحدث عن هذا الأمر، يعني عم نحكي عن منظمات دولية إلى اسمها هي تقول إنه اسمها بشو؟ ما عم تشوف المجازر. منظمات دولية تتحدث عن هذا الأمر. وين هذه المنظمات الدولية بفلسطين؟ هذه المنظمات الدولية تقوم بوظيفة مطلوبة منها. لذلك من هنا أنا اللي بدي أقوله، نحن على مستوى حزب البعث العربي الاشتراكي النازح السوري يلي جزء منهم كبير رفاقنا يتعاطون مع الحزب وكأنه الأقرب إلهم لعقلهم لقلبهم لوجدانهم وبيعرفوا كيف العمل الحزبي. نحن سنقوم بمبادرة بعد فترة شوي مش بعيدة بس مش قصيرة لأنه نحتاج إلى استكمال انتشار مكاتبنا لفتح الباب أمام كل مواطن سوري يرغب بالعودة لتسجيل أسماء هذه العائلات والمكان الأماكن اللي هي بدها ترجع إلها، وللسؤال عن وضعهم القانوني في سوريا لأنه في جزء كبير منهم عنده سؤال أنا مطلوب أو مش مطلوب، أنا علي احتياط أو ما علي احتياط. بتقدروا تجيبوا لهم هذا الجواب؟ اللي بده يشتغل بيقدر أكيد يجيب، يعني في آلية معينة بنقدر نحن من خلالها نوصل للسؤال. طيب ولكن ذلك مع ضمان عدم التعرض لأي شخص من هؤلاء. هذا الحكي شفنا العفو الأخير للرئيس بشار الأسد، كان هناك استقصاد على أن يكون المطلق سراح عم يتجمعوا بإحدى الساحات العامة في دمشق حتى لا يقال أنه هذا العفو كيف وليش. مشكلة بعض اللبنانيين أنه المهمة عندهم هي التشويه والتخويف. يعني يوم الانتخابات السورية شو الدعاية اللي كانت معمولة؟ ما تروح تنتخب بالسفارة السورية لأنه عبكرة الأمم بتشطب اسمك. هو مش صح، الأمم ما بتفكر بشطب الاسم، بس مطلوب التشويه. في حدا عنده وظيفة تهدف إلى استمرار الاستثمار بهؤلاء السوريين المواطنين السوريين بمواجهة دولته.
طيب يعني بس كرمال اختم هذا المحور، انتم رح تقوموا بمبادره لعوده النازحين السوريين الى منازلهم مع دعوه قلت حلفاء سوريا في الحكومه لعدم الموافقه على اي بيان وزاري لا يتضمن عوده العلاقه الطبيعيه بين الحكومتين اللبنانيه والسوريه. مش اذا وزير بده يطلع على سوريا لا يجيب موافقه على الغاز ينتظر السفيره الامريكيه تقول له اطلع